الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة بمجلس النواب في العراق عن وجود 5 وزارات لم تحقق نسب إنجاز متقدمة في مشاريعها ضمن البرنامج الحكومي. وقال النائب رئيس اللجنة محمد البلداوي إن تلك الوزارات تلكأت في إنجاز ما كلفت به من مهام دون الإشارة إلى أسماء أو توصيف عمل تلك الوزارات، عازيا الأسباب إلى وجود مشكلات مالية بسبب تأخر قانون الموازنة، موضحا أن تلك الموازنات لم توضع لها موازنات تكفي لإنجاز هذه المشاريع على حد قوله. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار أكثر من 276 مليون دولار في مزاد بيع العملة، وغطى البنك المبيعات بسعر صرف أساس بلغ 2305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي. وذهبت معظم مبيعات الدولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات ارتفعت بنسبة 94% عن المبيعات النقدية البالغة 11 مليون و 820 ألف دولار. قال مصدر صحفي إن حكومة كردستان العراق طلبت قوائم رسمية برواتب أشهر كانون الثاني وشباط وأذار بمبلغ قدره 913 مليار دينار عن كل شهر، وطلبت ب 969 مليار دينار كرواتب الموظفين عن شهر نيسان، الأمر الذي أخر إرسال مبلغ هذا الشهر من قبل الحكومة في بغداد. وأوضح المصدر أن الوزارة المالية في بغداد قامت بصرفها، إلا أن الوزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان طالبت ب 969 مليار دينار كرواتب بقائمة الموظفين لشهر نيسان، أي بفارق 56 مليار عن رواتب الأشهر الأخرى. استبعد النائب محمد نوري العبد ربه تشغيل الكهرباء لمدة 24 ساعة في العراق. وقال العبد ربه إن هناك استهلاك عال للطاقة الكهربائية في العراق، حيث أن التوجه لإضافة 200 ميجاوات للمنظومة لن يحل المشكلة، لافتا إلى أن تنظيم عملية استهلاك الطاقة قد يسهم في معالجة أزمة الكهرباء. وأضاف العبد ربه أن العراق يستهلك 80% من الغاز المستورد لتشغيل محطات الكهرباء، والحكومة باشرت العمل بالاعتماد على الغاز المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي لتشغيل محطات الكهرباء. أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية أن العراق جاء في مقدمة الدول العربية في عدد الزائرين لشهر شباط 2024. وذكرت الوزارة أن عدد الزوار العراقيين خلال شهر شباط بلغ 51,180 سائحا، منخفضا بنسبة 3.36 عن نفس الشهر من العام 2023 الذي بلغ 79,018 سائحا، فيما انخفض بنسبة 4% عن العام 2022 الذي بلغ عدد السياح العراقيين فيه 83,239 سائحا. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.